باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعاً، هذه لحظة فارقة في تاريخ الوطن، في تاريخ مصرنا الحبيبة، وهذه الخريطة للطريق وللمستقبل التي أعلنها سيادة القائد العام للقوات المسلحة. هذه الخريطة باتفاق كل الحضور وضعنا فيها كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق لكل المصريين. هذه الخريطة وضعت بإخلاص قلبي وبمحبة شديدة للوطن وبرؤية لمستقبله القريب والبعيد. هذه الخريطة وضعت من خلال أناس شرفاء يبتغون مصلحة الوطن أولا وأخيرا، دون إقصاء أحد أو دون استبعاد أحد أو دون استثناء أحد. هذه الخريطة وضعت لكيما تحل الظرف الراهن في هذه الحالة التي يجتازها وطننا العزيز. نحن جميعا في مصر اجتمعنا تحت العلم، علم مصر، وهذا العلم يضمنا جميعا. فاللون الأسود فيه يعلن عن شعب وادي النيل وأرض النيل، واللون الأبيض يقدم الشباب في نقاوة قلبه، واللون الأحمر يعلن عن تضحيات الشرطة ورجال الشرطة التي قدموها ويقدموها على الدوام في حماية الجبهة الداخلية. أما في قلب العلم فهناك النسر الأصفر، وهو الذي يعبر عن القوات المسلحة التي نراها هي صمام الأمان في هذا الوطن. عاشت مصر ويحيا كل المصريين في محبة وفي انسجام، ينطلقون في كل ميدان من أجل رفعة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير، وأشكركم كثيرا.